السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة كده استهوتني دلوقتي، حبيت أقولها لما شفت عيان كان جاله جلطة في القلب وعضلة قلبه ضعيفة، وأحد الأبحاث بتقول أو من أكتر الأبحاث بتقول إن لازم أديله حاجة من عيلة اسمها عيلة مثبطات الأنجوتنسين، ده الاسم العلمي يعني، حاجة كده مادة بيطلعها الكلى فبتعلي الضغط فبتضايق عضلة القلب، زي تريتاس مثلا. اللي ضايقني بقى إن لقيت العيان مكتوب له تريتاس، ولقيت مكتوب له كوفارسيل اللي هو من نفس العيلة، ولقيت مكتوب له أتاكاند اللي هو من نفس العيلة، التلاتة من نفس العيلة، ولو خد حاجتين أو تلاتة من نفس العيلة ده ممكن يوطي الضغط أوي، وده اللي حاصل للعيان ويبوظ وظائف الكلى وممكن يحصل فشل في الكلى بسببها. فلما لقيت حاجة زي كده حبيت أقول تلات معلومات. أول معلومة، أوعى تروح لعيان لدكتور إلا لما توري له الدواء القديم، عشان ما تاخدش القديم على الجديد وتكون أنت بتاخد حاجتين من نفس العيلة، تاخد بنادول وبارامول وأبيمول وباراسيتامول وأدول وهم الخمسة واحد كلهم بنادول، عشان ما تبقاش جرعه زياده، بالذات لما يكون دواء كده يضايق الكلى او يوطي الضغط ويبوظ القلب. دي اول معلومه، لازم توري له الدواء القديم ولازم يشوفه الاول ولازم تقول له اخده معاه ولا ماخدوش. تاني معلومه، زمايلي من الاطباء بالذات لما يكون فيه، لازم تشوف الدواء القديم بتاع العيان وتقارن وتحط الجرعه وتاخد بالك من الحته دي عشان ما يحصلش. تالت معلومه، ان ما ينفعش نحط ايس مع ارب، ما ينفعش نحط ادويه مضاده للانجوتنسين مع ادويه تقفل انزيم الانجيوتنسين او المستقبلات. دي حته علميه كده للصيادله او الدكاتره، لو شفت عيان بيصرف الاثنين مع بعض يا صيدلي خلي بالك، لان الاثنين دول يتعارضوا، ما ينفعش ياخد ايس مع ارب باللغه كده الطبيه، ما ينفعش ياخد اتاكاندا او اكستنشن او طارق مع كوفارسيل او تريتاس او كابوتين، لان ده يضايق الكلى بالذات لو في ضيق في شرايين الكلى ممكن يعمل فشل في الكلى. فدي مهمه جدا المعلومه دي، يا ريت تكونوا استفدتوا منها، حبيت اقولها قدام المريض. تحياتي دكتوره اسماعيل.